في إطار حرص الدولة المصرية على نمو الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع الصناعي وبناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات بين الدولة والمستثمرين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتهدف الخريطة الاستثمارية الصناعية إلى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي المرتفع وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تستهدف الخريطة الاستثمارية الصناعية مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، وذلك من خلال تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين عبر موقع الاستثمار في مصر، وذلك للتيسير على المستثمرين في تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضي والتواصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية. وتساهم الخريطة في تحقيق قيم الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين في شتى القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. وتقول وزارة الصناعة إن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية، مؤكدة أن الدولة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر. وتؤكد الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري. مرحبا بكم مجددا، وصلنا معكم لآخر فقراتنا الحوارية في هذا الصباح، وهي كما استمعنا في التقرير السابق عن الخريطة الاستثمارية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتي سيتم إطلاقها في الأول من الشهر المقبل، وهي خريطة بتوضح الإمكانيات المتاحة ودليل للأراضي والمناطق الصناعية التي تتوفر فيها بيانات كاملة عن الأراضي الشاغرة في مختلف المحافظات المصرية حتى يمكن استثمارها والاستفادة منها وطرحها للاستثمار بشكل عام. الاتحال يعني في ضيفتي الكريمة في هذه الفقرة الأستاذة شيرين محمد الكاتبة الصحفية بجريدة العالم اليوم. مرحبا بحضرتك أستاذة شيرين. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني اسمح لنا في البداية أن ننوه أن ما نشاهده الآن على الشاشة هو وصول القادة استعداد لقمة المناخ التي ستعقد على هامش قمة المجموعة السبعة الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية، وبالطبع سوف نتابع هذه الجلسة وسوف يتم نقلها مباشرة بالطبع. على حال أستاذة شيرين، لو تكلمنا عن أهمية وجود هذه الخريطة الاستثمارية، أن تكون لدينا رؤية واضحة للمناطق الاستثمارية في مختلف المحافظات حتى يمكن الاستفادة منها وجذب الاستثمارات. طبعا ما فيش شك ان وجود خريطه استثماريه هو امر ايجابي للغايه، خطوه انتظرناها من فتره بنجهز لها من اكتر من 3 سنوات سابقه. ما فيش شك انها بتدي يعني تنظيم سواء للمستثمر ورؤيه ايه الفرص المتاحه سواء الجديده او الفرص اللي ممكن احنا نستفيد منها بشكل افضل ونعظم منها التصنيع المحلي بما يحقق عوائد تعوضنا عن الاستيراد وفي نفس الوقت تدي فرص للتصدير للخارج. طبعا الخريطه الاستثماريه دي تعتبر خريطه استثماريه متكامله، يعني ممكن تكون الأولى من حيث أنها متكاملة بكل شيء، يعني بتدي المستثمر كل المعلومات اللي المفروض يعرفها عن الفرص اللي موجودة والجديدة كمان والقائمة واللي هو ممكن يستفيد بيها. وبتعمل سلاسل توريد، يعني بمعنى ان انا بقدر اقدم للمستثمر فرصه انه يدخل يعمل تصنيع محلي في مصر وفي نفس الوقت يقدر يحقق منتج بيكون له اقبال محلي وممكن يكون له فرص للتصدير للخارج، ده غير فرص العمل. والخريطه بتضم اكثر من 4136 فرصه استثماريه
في مختلف المحافظات، سواء المحافظات يعني سواء في المدن الجديدة في المناطق الجديدة أو المحافظات القائمة. وفي منهم بالفعل في 9 محافظات دول بالفعل جاهزين، يعني جاهزة كل المعلومات المتكاملة عنهم، وبيشملوا جزء من في المدن الجديدة والمناطق الجديدة وجزء في مناطق متواجدة زي في الصعيد وفي مدن القناة وغيرها. طبعا هي مقسمة بشكل إيجابي جدا على مستوى الصناعة، يعني في أولوية للصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والدوائية بالإضافة للصناعات الكيماوية، وكذلك في اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني بتمثل منها حوالي 56% من الفرص المتاحة في المناطق ديت مشروعات صغيرة ومتوسطة. وهو ده اللي احنا كنا عاوزينه من فترة طويلة، ان يكون عندنا يعني سلاسل انتاج، بمعنى ان مش بس انا بعتمد على الصناعات الكبرى، لا انا محتاج صناعات تانية تكمل الصناعه الكبرى دي، لان انا كان عندي مدخلات انتاج بضطر استوردها من الخارج، كانت بتضغط على النقد الاجنبي، كانت بتمثل ضغوط. انا النهارده بحاول ان انا يبقى كله عندي، يعني بمعنى ان اول اي مشتملات عاوزاها في العمليه الانتاجيه اكون بقدر اصنعها محليا، وبالتالي يبقى انا قادر ان انا اصدر، قادر ان احقق قيمه مضافه. طيب فكره الخريطه الاستثماريه الموجوده اللي احنا بنتكلم عليها والدليل المتاح في مختلف المحافظات المصريه، هل بيستفيد من مقومات كل محافظه مثلا؟ لان طبيعه كل محافظه ربما بتختلف عن الاخرى وكده يعني. أكيد. فهل في الحسبان او في تخطيط وزاره الصناعه ان هناك بعض الصناعات التي تصلح هنا في هذه المنطقه ربما لا تصلح في منطقه اخرى؟ هل وضعت الاعتبارات الكافيه لمثل هذه الامور والاستفاده من المقومات بقى المتاحه في كل مكان؟ هو بالفعل الخريطه بتحقق الهدف اللي حضرتك ذكرته، بمعنى ان انا مش بس بقول ان هنا في فرصه استثماريه، لا انا بقول ان المنطقه دي هي الافضل لاقامه مشروع بالكيفيه دي. تمام. يعني انت لو عايز تعمل مشروع صناعات غذائيه فعندك مثلا المنطقه دي هتكون مناسبه، هيكون عندك الارض والبنيه هناك مهيئه انك تبقى تلاقي المنتجات اللي انت محتاج تدخلها في الصناعه ديت، هتلاقي العماله المدربه. مثلا في مناطق زي ما قدرنا ان احنا نعمل مدينه دمياط للاساس وغيرها، فاحنا هنا بنفكر دايما في منطقه صناعيه متكامله، والخريطه هنا بتقوم بالدور ده. بس هي الفكره ان انا قدرت ان انا ارتب افكار المستثمر، يعني بمعنى ان مش بسيبه فرصه لاي حد يبتدي يدور على مصلحه شخصيه، لا انا بعمل لمصلحه الدوله بشكل عام، وبعمل تقسيم للخريطه الاستثماريه بشكل متكامل وقائم على اسس علميه، بالتالي هو يقدر كمستثمر يحدد افكاره ويرتبها، ويقدر يحدد ممكن هو يكون داخل يدور في الدليل او في الخريطه على مشروع ما، ولكن يستفزه مشروع اخر، يعني يستفزه كمستثمر انه يجد ان في فرص اكبر، ويفاجئ مثلا احنا عندنا منطقه معينه في محافظه معينه قادره ان تحقق له الفرصه ديت، فنجد ان وجهته الاستثماريه اختلفت تماما. وهي دي ميزه الخريطه، ان انا مش بس بوجه المستثمر اللي هو عارف انه موجود في مصر، لا ده انا بحط يعني تركيز على مناطق ونقط جديده للاستثمار مضيئه هو ممكن ما كانش بيبقى يعني موجوده في اعتبار المستثمرين في الخارج. طيب لو اتكلمنا عن هذه الخريطه، يعني ربما بتدي او مؤشر على بعض المناطق الاستثماريه اللي موجوده في مختلف المحافظات المصريه، لكن ربما هناك بعض الاجراءات الاخرى التي يجب برضه يعني تسهيلها للمستثمرين حتى يمكن جذب هذه الاستثمارات. يعني كيف ترى هذه الامور؟ يعني هي منظومه متكامله في انها بنوفر المكان وادي الخريطه المتاحه في الحته الفلانيه، لكن ربما في بعض التعقيدات الاخرى اللي بتعوق عمل المستثمرين. كيف يمكن التغلب عليها؟ وهل تم وضعها في الحسبان لدى الجهات المعنيه؟ اكيد طبعا، هو الاستثمار في عوامل كتير جدا بتتحكم فيه او بتحدده. التكلفه بيحددها المستثمر من كذا عامل. انا عايزه اقول لحضرتك ان في جزئيه مهمه جدا في الخريطه وفعلا تم مناقشتها من قبل رئاسة الوزراء مؤخرا، وهي كيفيه ان انا ممكن المستثمر يدخل يجد على الخريطه وعلى الدليل الاسترشادي ده امكانيه حجز الاراضي الصناعيه والاراضي لاقامه المصانع وترفيق الاراضي لازمني. ده كانت مسألة صعبة جدا في فترة سابقة، كان المستثمرين بيشتكوا من المسألة ديت، ان ازاي ان هم يقدروا يتخصص لهم اراضي صناعية بتكلفة تكون معقولة او مناسبة بالنسبة للمستثمر جاي البلد يعمل مشروع استثماري يوفر فرص عمل للشباب، وده اللي الفترة الجاية او الخريطة هتكون يعني بتحققه للمستثمر، وده اللي اكد عليه رئيس الوزراء. وبالفعل تم في 9 محافظات اللي بقول لحضرتك عليهم، اللي منهم العاشر من رمضان، ومنهم الصلاحية الجديدة، ومنهم كمان محافظات متواجدة زي قنا واسيوط والمنيا والاسماعيلية وبورسعيد، دول كلهم بقى فيهم الامكانية دي.
ان انا مش فقط بوفر له او بقول له انا عندي فرص كذا وكذا، لا ده انا بطيح له امكانيه حجز الاراضي لاقامه المشروعات الصناعيه عبر البوابه بتاعه الخريطه الاستثماريه وبسهوله ويسر ومرونه وبتكلفه كمان تكاد تكون مرضيه بالنسبه له كمستثمر. في نقطه ثانيه مهمه جدا وحصلت مؤخرا وهي انخفاض سعر الفايده. احنا خفضنا سعر الفايده في اجتماع لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي بنسبه 150 نقطه اساس. دي ليها ترحيب كبير جدا من الاوساط الاستثماريه سواء في الخارج او على المستوى المحلي، لان طبعا حضرتك عارف كويس جدا ان الفايده بتعتبر عنصر مهم جدا بالنسبه للمستثمر، وكان المستثمرين بيشتكوا منها في الفتره السابقه. فاحنا عندنا عاملين تم تذليلهم بالاضافه الى اطلاق الخريطه نفسها، بالاضافه الى الاجراءات اللي بتقوم بها وزاره الاستثمار من خلال الشباك الواحد وغيرها. طيب هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم عليها، اللي احنا في عندنا اجراءات بالفعل لتذليل العقبات امام الفرص الاستثماريه، لدينا بنيه تشريعيه، لدينا خريطه استثماريه، لدينا يعني بنيه تحتيه موجوده الان اصبحت ميسره بشكل كبير بالطبع، لكن ما الذي ينقصنا حتى يعني يتم جذب هذه الاستثمارات، حتى نشهد مصانع تعمل وغير ذلك من الامور، ونشهد بالفعل يعني حركه صناعيه موجوده على الاراضي المصريه في مختلف المحافظات؟ احنا محتاجين نقطتين. طبعا في نقطه مهمه لازم اشير لها في البدايه، وهي ان المشروعات الصغيره والمتوسطه زي ما ذكرنا ان هي بتمثل جانب كبير جدا من الخريطه، لان هي فعلا اللي محتاجين لها عشان الخريطه تكتمل، هي الصناعات المكمله اللي هي محتاجه الصناعات الكبيره واللي احنا بنضطر نستوردها من الخارج وغيره. طيب المشروعات الصغيره رغم ان البنك المركزي وتحت مظله من القياده السياسيه ومن الحكومه تم تخصيص 200 مليار جنيه في خلال الأربع أعوام منذ عام 2016 وحتى الوقت الراهن لتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة، بالفعل تم ضخ ما يقرب من 144.5 مليار جنيه منها في الفترة السابقة من البنوك، ولكن مازال البعض بيشكو من أنهم عندهم صعوبة في الحصول على التمويل. هنا المسألة ليست يعني السبب فيها عدم وجود تمويل أو السبب فيها عدم وجود قرارات، ولكن السبب فيها عقلية خاصة بالشباب انهم بيبحثوا دايما عن الوظيفة الثابتة وغيرها، نادر منهم اللي بيحاول يجد فرصة في الابتكار واقامة مشروع خاص بيه، ويكون المشروع ده ممكن يكون له عوائد كبيرة جدا كل ما كان محتاج مجهود اكتر وتعب في دراسة الجدوى والمتابعة وغيرها. الفترة الجاية اعتقد ان الحكومة لازم تهتم اكتر بتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للمشروعات دي عشان المنظومة كلها تكتمل، معنى يبقى عندي الاستثمارات المتوقع دخولها محتاجة عمالة فنية مدربة قادرة على انها تقوم بالمشروعات ديت. واعتقد ان وزير التعليم ذكر انهم في الفترة الجاية هيكون في يعني شراكة مع الجانب الالماني اننا نقدر اننا نطور التعليم الفني وفعلا نغير العقلية شوية في ان المواطنين يصبحوا اكثر اهتماما بالتعليم الفني وغيره اللي احنا محتاجين له في الصناعة ومحتاجين له في الاستثمار. وده مهم جدا، ده غير بقى ثقافة الشباب انهم يعني وفي تشجيع للابتكار، اعتقد ده يكون في اهتمام اكبر بيه عشان الشباب اللي عندهم مشروعات مهمة يبدأوا يجدوا طريقهم ان هم كمان يقوموها ويجدوا الدعم من الحكومة من المستثمرين اللي هيدخلوا عن طريق الخريطة يعني. طيب كده المنظومة تكتمل بتهيألي بشكل أكبر. طيب فكرة بقى التسويق والترويج، يعني برضو ممكن احنا بنعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وبنعمل بعض الحاجات الاستثمارية اللي هي موجودة، لكن يمكن ربما نفتقد إلى فكرة التسويق بقى وإيجاد السوق المناسب لترويج مثل هذه المنتجات وغير ذلك من الأمور. إزاي احنا بنساهم أو بنساعد في مثل هذه الخريطة اللي احنا بنوفر لك ادي هوات المكان ونوفر لك البيئة المناسبة في كل حاجة، وكمان هنساعدك في فكرة اللي انت تروج تخترق الأسواق بقى المختلفة اللي هي موجودة، يعني شايفة التوجه ده عامل ازاي؟ اعتقد ان طبعا يعني انت هنا مش بتعتبر انت كحكومه بدات تتروج وبتعمل مشروعات يعني جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه بيعمل معارض في الخارج وبتعرض المنتجات بتاعه الشباب، وفي حاجات منها بتكون صناعات يدويه واعتقد في بنوك دخلت في المساله دي وعرضت في دول اوروبيه، يعني في ايطاليا كان عام الماضي كان في عرض للمشروعات دي والحاجات التراثيه والصناعات اليدويه اللي في سيناء وغيرها، واعتقد ان هيكون في قريبا جدا يعني بيجهزوا المعرض مماثل اخر. ولكن انا احب يعني اشير لنقطه ثانيه مهمه، ان المستثمر الخارجي اللي هيدخل لما هيجد ان في خريطه استثماريه وفرص هو هيكون له جانب من الترويج ده.
بس زي ما ذكرت لحضرتك احنا محتاجين يكون عندنا كمان العماله المدربه اللي تساعده، يعني بمعنى ان هو ما نضطرش اننا انت متوفر لكل بقى عماله من خارج، وده محتاجين نغير الفكر فعلا بشكل اكبر، وان الشباب يكون عندهم الفكر دوت واجد عماله مدربه، ومحتاجين نغير فكره الوظيفه والوظيفه الثابته، يبقى عندنا فكر اننا كلنا يبقى عندنا مشروعات تحقق طفره في الاقتصاد في الفتره الجايه. احنا بنتكلم عن خريطه استثماريه، وممكن احنا كمان واحنا بنتكلم موجود في قمه لمجموعه السبع الدول الصناعيه الكبرى اللي هي موجوده كمان، والقياده السياسيه مشاركه بممثله عن مصر وممثله عن الاتحاد الافريقي، وبالتالي هي فرصه لعرض مثل هذه الاستثمارات، عرض المقاومات الاستثماريه الموجوده داخل المجتمع المصري، وبالتالي ازاي شايفه اهتمام القياده السياسيه بالتواصل مع قاده العالم مثلا في مثل هذه المنتديات العالميه لعرض الفرص الاستثماريه المتاحه في داخل مصر وجذب المزيد من الاستثمارات بطبع من هذه الدول العملاقه. واحنا ممكن شفنا في تعاون الماني مصري، تعاون فرنسي في مختلف المجالات فيما يخص في بعض الصناعات ومختلف المجالات سواء عسكريه سياسيه واقتصاديه وغيرها. اعتقد طبعا ان القياده السياسيه ما بتتواناش في انها تتواجد في كل المحافل الدوليه، وبيكون في فرصه للتواصل مع الخارج. عايز اقول لحضرتك ان في ظل القمه دي في اشاده دوليه بالتطور اللي حصل في الاصلاح الاقتصادي في مصر، في تحسن. اعتقد ان في برضو اهتمام كبير بالتوجه اللي قلت حضرتك عليه بتاع خفض الفايده، لانهم استشعروا ان حاليا المؤسسات الدوليه والعالميه وصناديق الاستثمار العالميه وجدت ان في تطور في برنامج الاصلاح الاقتصادي، كون ان البنك المركزي ابتدي يتجه لخفض العائد، فمعنى كده انه استشعر فعلا التضخم تراجع، ان بقى في انتاج ارتفاع معدل النمو الانتاج، تراجع البطاله، فاعتقد دي كلها مؤشرات بتؤخذ في الاعتبار وفي اشاده دوليه بيها. في نقطة تانية مهمة، ان في جاذبية خاصة للسندات المصرية، يعني دايما ما بيكون في طروحات لأدوات الدين المحلية والسندات المصرية بنجد إقبال كبير جدا منها من المستثمرين بالخارج، وبنجد ان يعني مثلا كان في طرح للسندات باليورو تجاوز الاكتتاب فيها نسبة الدولة محتاجاها بأكثر من 27 مليار يورو، يعني فكان في إقبال كبير. اعتقد ان المحافل الدوليه دي والمؤتمرات سواء قمه السبع الصناعية او غيرها بتكون فرصه كبيره جدا اننا نتواصل مع الدول الاجنبيه، بنطرح الرؤيه المصريه، بتجد ان مع قرب اطلاق الخريطه الاستثماريه هتكون مؤتمر زي ده هيكون فرصه لعرض خطوه مهمه زي دي احنا في الطريق اليها. وزي ما ذكرت لحضرتك ان في اعلنوا ان في فعلا تواصل مع الجانب الالماني، في تواصل مع الجانب الياباني في تطوير التعليم بشكل مختلف، واعتقد الفتره القادمه هتكون فيها تطور على احنا بنعمل على كافه الاصعده بتزامن بشكل متوازن، يعني سواء اقتصادي اجتماعي سياسي وغيره. طيب كمان من ضمن الملفات اللي يمكن معروضه داخل هذه القمه مجموعه السبع الكبرى اللي هي فكره التحول الرقمي، ممكن ده التحول الرقمي ده بيعود بالنفع بشكل كبير جدا طبعا على الاقتصاد والفرص الاستثماريه والترويج ليها وتسهيل الاجراءات والشباك الواحد، يعني تبقى له يعني عوائد كبيره جدا. فازاي برضو كمان احنا كدوله مصريه بنخطو خطوات في هذا الامر، وبالفعل احنا تم اتخاذ خطوات في طريق التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي وغير ذلك من الامور، انعكاسه بقى على المشهد الاقتصادي وترويج المنتجات المصريه او الفرص الاستثماريه المصريه. الخريطه نفسها بتاعت خريطه الاستثمار بتعد تحول رقمي، لانك يعني انت بدات خلاص بتتعامل بشكل مميكن، بتضع امام المستثمر في اي دوله من العالم الفرص اللي موجوده واللي متاحه في مصر عن طريق شاشه الانترنت والاونلاين، ويقدر ان هو يحدد الاراضي اللي هو محتاجها، ويقدر يتواصل كمان مع وزاره الاستثمار، ويقدر يتواصل عبر كل النظام دي. عايز اقول لحضرتك ان في نقطه كمان، ان بنحاول نعمل فكر رقمي في المجتمع، يعني بدات الدوله خطه للميكنه منذ مايو ومطلع مايو الماضي، وبالفعل بدات ميكنه المدفوعات الحكوميه كلها، بنجد المتحصلات الحكوميه كلها بتتم عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني، واطلقنا بطاقه ميزه الوطنيه، وبالفعل في ست بنوك بدات انها تقدم ميزه الوطنيه، وصل عدد البطاقات ميزه اللي تم بالفعل اطلاقها حوالي 5.5 مليون بطاقه في فتره وجيزه، يعني نعتبر احنا دخلنا في حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر فقط وقدرنا ننجح في تحديد دوت. في تحول وميكنه على مستوى كل الاصعده، يعني في كمان المرور، مخالفات المرورية بتتم عن طريق بشكل مميكن، فانت في توجه فكري انك انت تعمل تحول رقمي، وبدا ده. واعتقد ان الميزه في الفتره ديت اننا مش بس بنقول احنا عايزين نتحول رقميا، لا احنا خدنا موضوع الالزام، يعني الزام اللي عايز يورد اي شيء للحكومه هيتم عن طريق مميكن، الزام للمتعاملين مع الدوله بشكل عام.
وده اللي احنا محتاجينه في الفتره الجايه، ده غير دعم الابتكار طبعا. اكيد طبعا. يعني هي منظومه كلها يعني مرتبطه ببعضيها على اساس حاجه ان في توازن من القياده السياسيه في كل القطاعات في وقت واحد سواء طيب. على مستوى انا بشكرك استاذه شيرين محمد الكاتبه الصحفيه بجريده العالم اليوم. انا مشكره جدا لحضرتك استاذ شيرين المشاهدين. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة وفقرات هذا الصباح، ونترككم مع هذه اللقطات الحية من مدينة بيريز، حيث الاستعدادات لجلسة المناخ على هامش قمة مجموعة السبع وتوافد قادة القادة المشاركين في هذه القمة. نتابع معكم سويا من مدينة بيريز هذه اللقطات المباشرة.